الرحمن الرحيم. تانية ثانوي. بصوا يا شباب، احنا الدرس الأولاني بتاعنا بيتكلم، أو عامة الفصل الأولاني بتاعنا كله بيتكلم عن حاجة اسمها الإيه؟ التغذية. من بدايتها كده عمالة بتمسح. بص، احنا هنتكلم عن حاجة اسمها التغذية. مبدئيا كده انا عندي في فاكرين في سنه تانية، في سنه اولى، لما كانوا يقول لك الكائن ده ذات التغذيه والكائن ده غير ذات التغذيه، اليوجلينا ده كان ذات التغذيه عشان عنده كلوروفيل، النسلوك ده كان ذات التغذيه عشان عنده كلوروفيل، مش عارف مين كان غير ذات التغذيه، الانسان هو، وهكذا بقى. فاحنا الفصل الاولاني كله بيتكلم عن التغذيه. فاحنا عندنا التغذيه دي هنقسمها نصين، نص هنتكلم فيه عن الكائن ذاتي التغذيه، يعني اللي بيقدر يصنع غذائه بنفسه، والنص الثاني على الكائن الغير ذاتي. فالكائن الذاتي ده كائن، يعني بيقول لك ايه هو الكائن الذاتي ده؟ يعني ايه كائن بيصنع غذائه بنفسه، ذات التغذيه، بيقدر انه يصنع غذائه بنفسه. طيب زي مين؟ زي اول حاجه النباتات الخضراء. النباتات الخضراء، بص بقى عشان خاطر نعرف اللي احنا فيه والتركيز اللي احنا محتاجينه، اجي اسالك سؤال واقول لك صح ولا غلط، جميع النباتات ذاتية التغذيه؟ غلط. غلط. شفت بقى، هتقول لي النباتات مين؟ الخضرة. هو معنى كده ان في نباتات تانية، في نباتات تانية غير ذاتية؟ ايوه في نباتات غير ذاتية. يبقى ده اول سؤال، اهو احنا لسه بنقول يا هادي، لقينا اول سؤال. احنا عندنا تغذية ذاتي وغير ذاتي، اول درسنا هنتكلم عن الذاتي، اول 3 دروس عامة هنتكلم عن الذاتي. فقال لك من امثلة الكائنات الذاتية النباتات الخضراء وحددها، يعني معنى كده ان احنا هنلاقي في غير ذاتي ده اهو نباتات. طيب في عندنا مين؟ عندنا بعض انواع البكتيريا، بعض انواع البكتيريا، تمام. طيب يبقى كده. طيب مين يفتكر مثلا بكتيريا كانت ذاتية التغذية؟ بكتيريا في البدائيات، في الأول خالص، النستوك. النستوك كان عنده كلوروفيل وكان ذات الإيه؟ كان ذاتي التغذية. طيب يعني إيه كلمة ذاتي التغذية؟ يعني بيصنع غذائه بنفسه. زي مين؟ زي النباتات الخضراء. النباتات الخضراء دي بتصنع غذائها بنفسها إزاي؟ والله هي بتدخل لها مية، أهي أدي المية، ماشي، أدي كده ماء، ويدخل لها شوية معادن بنقول عليها برضو أملاح. أملاح زي المغنيسيوم، زي الصوديوم، زي الكالسيوم، دي كلها معادن، دي كلها أملاح. بتاخد الحاجات دي كلها وتدخلها في مجموعة من التفاعلات، طبعا بمساعدة مين؟ الضوء. فتبقى العملية اسمها عملية الإيه؟ البناء الضوئي. والبناء الضوئي ده هناخد فيه شوط محترم وفي درس محترم، تمام؟ بياخدهم يدخلهم في شوية تفاعلات اسمها البناء الضوئي، فيطلع لي مين بقى؟ يطلع لي السكر. مين السكر ده؟ اللي هو الجلوكوز، اللي هو مين؟ الجلوكوز. ويطلع لي طبعا الاكسجين اللي احنا بنشمه. فاجي اقول لك بقى ايه الكائن ده بيتميز بان الحاجات اللي هو بياخدها، الغذاء اللي هو بياخده، بص كده، الغذاء اللي هو بياخده اللي هي الميه والاملاح والحاجات دي كلها بتتميز بان ايه؟ نركز بقى في الحته دي عشان اجيب لك على اسئله. يقول لك الطاقه بتاعتها، طاقتها منخفضه. يعني ايه منخفضة؟ منخفضة مقارنة بالمواد اللي هو بيكونها. يعني مثلا مين اللي طاقته اعلى، المية ولا الجلوكوز؟ لا، الجلوكوز طاقته اعلى، تمام. طيب مالها تركيبها عامل ايه؟ تركيبها، لا تركيبها بسيط، تركيبها بسيط. مين اللي تركيبه ابسط، الكالسيوم ولا الجلوكوز؟ الكالسيوم، يبقى تركيبها بسيط. طيب مواد عضوية ولا غير عضوية؟ فاكرين لما كنا المية والاملاح المعدنية كانت عضوية ولا غير عضوية؟ غير عضوي، تمام. يبقى طاقتها منخفضه، تركيبها بسيط وغير عضويه. الاسئله هتجيلي على الحته دي ازاي؟ هقول لك والله نبات البرسيم بيتميز بان الغذاء اللي هو بياخده ماله، طاقته عاليه ولا تركيبه معقد ولا غير عضوي؟ غير عضوي. يبقى انا اميز بقى الكائنات الذاتيه التغذيه بتاخد مين؟ بتاخد الميه والاملاح. طب الميه والاملاح دي بتتميز بايه؟ بتتميز بان الطاقه بتاعتها قليله، تركيبها بسيط، مركبات غير عضويه. طب بتاخد دول وبتدخلهم في مجموعة من التفاعلات اسمها البناء الضوئي، فبتطلع لي مين؟ الجلوكوز. طب الجلوكوز ده بقى ايه بقى؟ اعكسه لي، كل الحاجات اللي تحت بقى اعكسها لي، كانت طاقتها ايه؟ الجلوكوز ده بقى طاقته ايه؟ طاقته عالية، تركيبه معقد، عضوي ولا غير عضوي؟ عضوي. عضوي. يجي يسألك سؤال ويقول لك مثلا نبات الفجل، البقدونس، ذاتي ولا غير ذاتي؟ ذاتي. اهم ما يميز المواد اللي بيصنعها، يقول لك طاقتها منخفضه، تركيبها بسيط ولا عضويه؟ عضوية. عضويه. يبقى دي الحته دي نركز فيها. النستوك،
المواد اللي بياخدها ايه؟ ليهم 3 خصائص. النوستوك ده ذات التغذية، المواد اللي بياخدها ايه؟ ليها 3 خصائص، غير عضوية، غير عضوية، طاقتها بسيطة التركيب، بسيطة التركيب وطاقتها منخفضة. طب المواد اللي بيصنعها العكس، معقدة التركيب، معقدة التركيب، عضوية وطاقتها طاقتها عالية. طيب ده مين دول؟ ده كده التغذية الذاتية. طيب تعال نشوف بقى الكائنات غير ذاتية التغذية. غير ذاتية التغذية ده بياخد الغذاء بتاعه، الغذاء بتاعه بيكون جاهز زي الإنسان كده، انت ما بتاخدش ميه واملاح والكلام ده كله، لا انت الغذاء بتاعك بيكون ايه؟ بيكون جاهز. يعني انت بتاخد الحاجات الجاهزه اللي النبات اصلا بيصنعها، اللي هي مين اللي هي بتتميز بايه؟ طاقتها ايه؟ عالية، طاقتها عاليه، تركيبها معقد، عضوي. طيب ناخد مقدمه كده سريعه عن التغذيه الغير الذاتيه وهنرجع لها تاني بعد ما نخلص النباتات. طيب عندنا مثلا بص كده، الكائنات غير ذاتية التغذية بتنقسم إلى 3 حاجات. أول حاجة بنقول عليها غير ذاتية عضوية، وتاني حاجة طفيلية، وتركز أول كلمة طفيلية دي، وتالت حاجة رمية. عايزين نشوف الفرق ما بينهم. العضو ده، العضو ده ممكن تكون أكلات عشب. أكلات عشب زي مين بياكل عشب؟ البقرة والحمار والزرافة والحصان دي كلها. طيب ممكن تكون أكلات إيه؟ اكلات لحوم، اسود، نمور، صقور. طب ممكن بقى متنوعه، ما بتعتقش ولا بتعدي لا ده ولا بده، متنوعه بنقول عليها متنوعه، يعني ما بيعتقش ما بيعديش. عشب شغال، لحمه شغال، الانسان اكيد ده يبقى الانسان. يبقى يجي لك سؤال، يجي لك سؤال مثلا يقول لك ايه؟ يجي لك ايه؟ يقول لك من امثله الكائنات غير ذاتيه العضويه، ويحط لك مثلا ايه؟ اكلات عشب، اكلات لحوم طفيليه، اكلات عشب، اكلات لحوم رميه، اكلات عشب، اكلات لحوم متنوعه. متنوعه، يبقى انا نوعيه السؤال على الحته دي هتيجي بالطرزه اللي بقول لك على كده. طب بالنسبه للطفيليه، بص بقى كلمه الطفيل ده كائن متطفل. يعني ايه متطفل؟ يعني بياخد غذائه جاهز لانه غير ذاتي، غير ذاتي، بس بياخد غذائه من مين بقى؟ من كائن حي، من كائن حي، من كائن حي. يعني مثلا عندنا مين؟ البلهارسيا. البلهارسيا، البلهارسيا دي، البلهارسيا دي بتاخد الغذاء من مين؟ انت، انت عايش اهوت، وهي عايشه جواك، جوه القناه بتاعتك، جوه جسمك، فهي عماله تاكل من اكلك. فانت، انت حي ولا ميت؟ انت حي. فاقول عليها متطفله ولا مترممه؟ متطفله. طيب عندنا حاجه اسمها الاسكارس، دوده الاسكارس اللي بتعيش في الجهاز الدوري بتاعنا، تمام؟ جهاز الاوعيه الدمويه، بتعيش كمان في الاوعيه الليمفاويه، في الاوعيه الليمفاويه اللي كانت بتسبب مرض اسمه مرض الفيل ده، الفيل، تمام؟ طب هي عايشه جوه جسمك، انت حي ولا ميت؟ تبقى متطفله ولا مترممه؟ طيب ده، ده كان بالنسبه لمين؟ ده كان مثلا بالنسبه لكائنات اللي مثلا يعني كائنات متحركه، لان ممكن نقول عليها تبع تبع الحيوانات. طب بص بقى حاجات تبع النباتات، فاكر لما قلت لك ان كان في نباتات خضراء؟ طب معنى كده ان في نباتات تانية غير ذاتيه التغذيه. فعارف انت البرسيم بيبقى له في نبات كده بيتغذى عليه اسمه ايه؟ مين يفتكر اسمه او يسمع اسمه قبل كده؟ حاجه اسمها الحمول. حد يسمع عن الحمول؟ ده البرسيم ده بيكون عنده جدر، يعني مثلا ايه ده كده؟ برسيم عنده جدر اهوت، وعنده ورقه، وايه؟ وبيعمل بناء ضوئي. يجي له كائن تاني، طب البرسيم ده حي ولا ميت؟ حي. يجي له كائن تاني تلاقيه لف حواليه كده اهو، وما عندوش جدر، ما عندوش جدر فعلا، وتلاقيه جراح ياخد غذاء من مين؟ غذاء من البرسيم. طب ده يبقى كائن مترمم ولا متطفل؟ متطفل. متطفل، لانه بياخد غذائه من كائن حي. طب من مين من الامثله تانية غير الحمول؟ عندنا حاجه اسمها الايه؟ اللي عندك كنا قلنا البرسيا والهالوك، نبات الايه؟ الهالوك. يبقى دي نباتات اهي، نباتات غير ذاتيه الايه؟ التغذيه. طيب يجي يسالك سؤال بقى في الاسئله، يقول لك ايه؟ نبات الهالوك الغذاء اللي هو بيحصل عليه بيتميز بانه ايه؟ معقد التركيب ولا بسيط التركيب؟ ويقول لك ده نبات، نبات الهالوك معقد التركيب. تيجي تقول لي ده نبات، ده المفروض نبات ده ايه؟ ذات التغذيه، يبقى تركيبه يكون بسيط. لا ده نبات الهالوك ده متطفل. طيب فاضل بقى مين؟ الرمية. الرميه ده بياخد غذائه بيترمم. عارف بقى الكائن لما يموت والدود بقى يقعد ياكل والكلام ده كله؟ ده بقى المترمم. ده مين؟ المترمم. فبياخد غذائه من كائن تاني ميت، من كائن ميت.
يبقى غذاء الكائنات الرمية اللي بتاخدها من كائن ايه؟ ميت. وعلى فكرة دي من أهم الحلقات أو من أهم حلقة الوصل ما بين الكائنات كلها، لأنها بتاخد أي حاجة بتموت بترممها وتحطها في التربة، بعد كده النبات ياخد الحاجات دي كلها يكبر، فاحنا ناكل النبات. يعني عارف أنت اللي هي دايرة وشغالة دايرة. وأهم ده حاجة، أهم حلقة طبعا مين؟ الرمية، لأن الرمية دي مش موجودة كان زمان، كله موجود لحد النهاردة، تمام؟ فهي أهم حلقة هي الحلقة الرمية. طيب أمثلتهم مين عندنا؟ في بكتيريا اسمها بكتيريا رمية، وفطر عفن الخبز. أول حاجة فطر عفن الخبز والبكتيريا الرمية. يبقى الحتة دي خلصنا منها عشان لو جاب لك عليها أسئلة. طيب إحنا في الأول خالص هنتكلم عن إيه؟ هنتكلم عن التغذية الذاتية. وقلنا التغذية الذاتية بتقوم بها بعض الإيه؟ بعض النباتات اللي هي النباتات الخضراء وبعض أنواع البكتيريا. إيه اللي بيحصل في التغذية الذاتية؟ قلنا إن النبات بياخد شوية مركبات طاقتهم منخفضة، تركيبهم بسيط وبتكون غير عضوية، يدخلهم في مجموعة من التفاعلات اسمها البناء الضوئي، البناء الضوئي، ويطلع لي مين؟ يطلع لي الجلوكوز. فاحنا أول درسين معانا هندرس مين؟ هندرس امتصاص الماء والأملاح، وبعد كده ندرس عملية البناء الضوئي. بس احنا قبل دايما بناخد قاعدة، قبل ما ندرس الوظيفة بندرس التشريح. يعني دلوقتي أنا قبل ما أدرس وظيفة المعدة وظيفتها اشوف هي بتعمل ايه، لازم ادرس ايه جدارها بتتكون من ايه. فمين اللي بيمتص الميه؟ مين اللي بيمتص الميه؟ الجدر. فيبقى الاول حاجه قبل ما ادرس وظيفه الجدر هو بيمتص الميه، ادرس تركيبه، تمام؟ لازم اخد، يبقى في حاجه اسمها اناتوم وحاجه اسمها فيسيولوجي، نركز كده، تمام؟ يبقى انا ادرس تركيب مين؟ هدرس تركيب الجدر. طيب بعد ما اخلص تركيب الجدر هبدا ادرس وظيفه الجدر، وبعد كده ادخل على مين؟ على البناء الضوئي. بعد بس طبعا البناء الضوئي ده بيحصل فين؟ في الورقه. يبقى هدرس الاول تركيب الورقه وبعد كده عمليه الايه؟ عمليه البناء الضوئي. طيب بص، قبل ما نبتدي نخش نشوف طريقه الامتصاص، في حته مهمه جدا وبيجي عليها كميه اسئله بطريقه فظيعه وكلنا بنتلخبط فيها، والفكره كمان ان هي لازم نفهمها في سنه تانية، لان اول ما تدخل سنه تالته هتلاقيها في وشك وبرضه هتغلط فيها في سنه تالته. فانا هشرحها لك مبدئيا قبل ما ندخل في امتصاص الميه عشان خاطر معظم الاسئله بتيجي عليه، وهي حاجه اسمها الخاصيه الاسموزيه. بص الشكل اللي قدامنا ده كده خليه نباتيه، ده مكون خليه نباتيه بتتكون من جدار وفجوه وهكذا. طب يعني ايه خليه نباتيه؟ نجيبها من الاول خالص. احنا مثلا لو معانا نبات ده كده مثلا، ادي نبات اهو وده الجد. لا الغشاء موجود في كل الكائنات الحيه، حتى وموجود فيها جدار. النباتيه اللي فيها جدار، الحيوانيه ما عندهاش جدار، تمام؟ بص بقى كده، ده نبات. يعني ايه كلمه ايه؟ ايه فين الخليه النباتيه بالنسبه للنبات؟ النبات ده لو مسكنا اي حته اهوت هو الوحده البنائيه بتاعته. فلو جينا هناخد طبعا تركيب الورقه وهناخد تركيب الجدر وهناخد كل تركيب وهنعرف يعني ايه كلمه خليه كويس جدا وهنتعمق فيها. بس انا عايز اشرح لك حته الخصائص الاسموزيه عشان تفهم معايا. بص لو جيت انت دلوقتي مسكت الورقه دي وقطعتها او مثلا جيت قربت عليها بالميكروسكوب هتلاقيها عباره عن خلايا من جوه اهي. فلو مسكنا خليه من ده هم اهي، بدانا ان احنا نكبرها نشوف المنظر ده. فده تركيب الخليه النباتيه. اي خليه نباتيه بيكون عندها جدار، اللي بره ده كله ايه؟ ادي الجدار الخارجي. بعد كده بيكون في غشاء بلازمي اهو. بعد كده بيكون في فجوه عصريه، ودي المهمه جدا واللي عايز افهم. الفجوة العصرية دي بيكون جواها حاجة اسمها عصير خلوي، ركز كده عشان اللي جاي ده مهم جدا. عصير خلوي، عصير خلوي. يعني ايه كلمة عصير خلوي؟ انا عايزك تركز في كل كلمة علشان انا جاي لك جايب لك من الخلاصة من الاخر. عصير خلوي يعني مذيب زائد مذاب، والمذيب ده غالبا بيكون ماء، انما المذاب ده غالبا بيكون يا اما ملح يا اما سكر. ودايما لما اقول لك التركيز، التركيز ده يبقى انا بشاور على مين؟ على المذاب. يبقى لما اقول لك التركيز يبقى انا بشاور على مين؟ على المذاب. يعني لما اقول لك الفجوه العصريه ده اهي تركيزها، تركيزها 8%، يبقى فيها ميه 8% ولا املاح 8%؟ املاح 8%. حلو خالص، يبقى فيها ايه؟ املاح 8%. طيب ماشي، يبقى كويس. يبقى لما اقول لك التركيز، طب لما اقول لك تركيزها ارتفع يبقى الميه اللي زادت ولا الملح؟ تركيز الملح هو اللي ارتفع، تمام؟ يبقى لما اقول لك مثلا فجوه عصريه تركيزها منخفض يبقى فيها ملح بكميه قليله. حلو خالص، يبقى انت كده نقلت معايا. بص بقى، انا عندي حاجه اسمها الخاصيه الاسموزيه، حاجه اسمها الخاصيه الاسموزيه معانا في سنه ثالثه كمان. كلمة الخاصية الأسموزية معناها انتقال الماء. بص، انتقال
الماء انتقال ايه؟ الماء. اول ما تسمع اسمزية انتقال الماء، خط اتنين تلاتة اربعة، انتقال مين؟ الماء. لكن تيجي تقول لي انتقال سكر، انتقال ملح، انتقال عفريت، يبقى استبعد ايه؟ اسمزية. اسمزية هي مية فقط، انتقال الماء. طب انتقال الماء منين لفين؟ اول حاجة بديهي من المكان اللي الماء ده الماء فيه موجود بكمية عالية الى الماء موجود فيه بكمية قليلة. الماء موجود بكمية، يعني باختصار بالنسبة للمية المليان يكب على الفاضي، على الفاضي. واقول لك على حاجة، انا مش هحتاج الكلام ده. طب انا ايه اللي هحتاجه بقى؟ ان انا ممكن اعرف الحتة دي العكس. يعني ايه العكس؟ اقول لك مثلا ايه، هي انتقال الماء مين اللي هينتقل؟ كده كده الماء هتروح منين لفين؟ من وسط فيه املاح قليلة الى املاح عالية. طب يعني ايه؟ بص اقول لك على حاجة، انا مثلا معايا دي كده خلية ودي خلية، دي تركيزها 5% ودي تركيزها 3%. احنا قلنا 5% يعني فيها ميه 5% ولا املاح في املاح 5%. حلو خالص. ودي سكر املاح برضه 3% او املاح او سكر 3%، مفيش اي مشكله خالص. بص بقى، احنا قلنا ان الميه بتنتقل من الاملاح الايه القليله تروح للاملاح العاليه، يعني هتروح من الخمسه للثلاثه من ثلاثه، هتروح منين لفين؟ هتروح من الثلاثه للثلاثه للخمسه، من الصغير للكبير. من الصغير للكبير، من الصغير للكبير. طب انا هتلخبط، انا هتلخبط بعد كده. هما بيروحوا بيخلصوها ولا لا؟ لحد ما يحصل ما بينهم اتزان، لحد ما يتساووا مع بعض. طب انا هتلخبط. اول ما تتلخبط اي مساله تجيلك تحط الكلمه دي قدامك وحلقه في ودانك، الماء يحب الملح الكتير. ممكن نجيب خطوط ميه ودي فرق الميه. سيبك من انك تبدل، ما انا اصلا جربت اكتر من طريقه، مفيش احسن من الطريقه دي. الميه تحب الملح الكتير او مين، او ممكن تحب السكر. يبقى الميه بتروح لمين؟ للملح الكتير. والتركيزات يعني ايه؟ يعني الملح او السكر. يبقى الميه تروح للتركيز الكتير. نركز في الحته دي. يبقى دلوقتي طيب خلاص نمسح كده، او بلاش نمسح، تعال نجيب مثلا حاجه تانية. نهار ابيض، تعال نجيب حاجه تانية. ايه رايك مثلا لو انا جيت قلت لك ده ايه؟ خليه فيها 8 من 10%، ركز في دي وانتوا اللي هتجاوبوا لي عليها. ودي خليه مثلا فيها 1%، احنا قلنا التركيز يعني ايه؟ مذاب اللي هو املاح. الميه تروح من هنا لهنا ولا من هنا لهنا؟ من 8 ل 10 1 من 10، لان 8 اقل من ايه؟ من 1. والميه بتحب الملح الكتير، فتروح للملح الايه؟ الكتير، فتروح من 8 ل 1. ايه السبب في انتقال الميه الى الخاصيه الاسموزيه؟ الخاصيه الايه؟ الاسموزيه. طب ايه السبب اصلا في الخاصيه الاسموزيه؟ حاجه اسمها الضغط الاسموزي. الضغط الاسموزي، بص، الضغط الاسموزي ده اول ما تقراه معناه كده في حاجه اسمها ضغط الشفط. ضغط الشفط، اقول لك على حاجه، عارف انت لما تاكل مثلا طبق سلطه وفي ملح كتير، لما تروح تشرب ميه، الشفط اللي انت بتشفط بيه الميه ده، اهو ده اسمه الضغط الاسموزي. ده اسمه ايه؟ الضغط الاسموزي. يبقى الضغط الاسموزي ده بيحصل بسبب وجود اختلاف في تركيز المذاب. مين المذاب؟ الملح او ليه السكر. يعني ايه؟ افهمها لك عشان خاطر لو جالك سؤال يقول لك ضغط الاسموزي ده سببه اختلاف في كميه المذاب ولا في تركيز المذاب، هتقول لي في تركيز المذاب. ليه؟ بص، لو انا معايا دي خليه ودي خليه، دي 5% ودي 5%، اما تروح من اللي فين؟ مش هتروح من هنا لا ولا لهنا ولا لهنا. ليه؟ لان مفيش اختلاف في التركيزات، التركيزات متساويه، وبالتالي هيتولد ضغط اسموزي او ضغط شفط. لا طيب اجي اسالك في اللي فوق دول، مين اللي ضغطه الاسموزي اعلى؟ مين اللي ضغطه شفطه اعلى؟ دي 8 من 10 ولا 1%؟ نركز هنا تاني، مين اللي ضغط الاسموزي بتاعه عالي؟ ال 8 من 10 ولا الواحد؟ 8 من 10 هي ضغط الاسموزي عالي؟ طب تخيل معايا كده، هقول لك انا على حاجه، انا حطيت قدامك طبق سلطه الواحد، انا حطيت مثلا، ما هي مين الاكبر؟ الواحد. انا حطيت قدامك طبق سلطه وحطيت لك في طبق السلطه معلقه ملح، معلقه كامله. لكن انا جيت قدامك كده ورحت حطيت لك معلقه بس الا 2 من 10، يعني ناقصه حته. مين اللي يشفط منكم ميه اكتر؟ مين اللي يكون ضغطه شفطه اكتر؟ اللي كان املاح ايه؟ كتير. يبقى كل ما الاملاح بتزيد
اللي يحصل للضغط الاسموزي يزيد. يعني لما اجيب لك علاقه كده هنا، ركز بقى هنا كده، لما اقول لك العلاقه هنا احط لك التركيزات، دي التركيزات ودي الضغط الاسموزي، تبقى علاقه ايه؟ طرديه. يعني كل ما التركيزات، كل ما احط لك ملح كتير، كل ما احط لك ملح كتير اللي يحصل؟ تشرب ميه كتير، يعني ضغط الشفط بتاعك للميه ايه؟ يزيد، فتبقى علاقه طرديه. علاقه طرديه. طب فهمنا الحته دي؟ طيب لو في خليه موجوده في الصحراء، خليه موجوده في الصحراء، الخليه دي عايزه تشرب ميه، تفتكر التركيز بتاعها هيكون قليل ولا لا عشان خاطر تشرب ميه؟ عشان ما احنا انا عايز اغرق الميه، انا عايز اغرق الميه، يبقى لازم تركيزه، يبقى لازم انا عايز اغرق الميه، الميه بتحب الايه؟ الملح كتير، يبقى انا ارفع من تركيزها ولا اقلل من تركيزها؟ ارفع من ايه؟ من تركيزها. طيب كلام جميل، تعالى بقى خلاص كده نروح فين؟ عايز توصل لايه؟ بس عايز اوصل لك انت تفهم يعني ايه خاصيه اسموزيه. يعني لما اجي لك دلوقتي واقول لك الخاصيه الاسموزيه اهو، انا عايزك تفهم الحته دي لان انا هحتاجها دلوقتي. الخاصيه الاسموزيه هي انتقال الماء، طبعا المليان بيكب على ايه؟ على الفاضي ومش محتاجينه، انما انا مين اللي محتاجه؟ ان الميه بتنتقل من الاملاح القليله للاملاح العاليه، لان الميه بتحب الملح الكتير، فتسيب الملح القليل اهوت، تسيب الملح القليل ده وتروح للملح الكتير. ده اللي انا عايز اوصله لك. ده اللي أنا... يبقى خليه عايزه تمص ميه اكتر او تشفط ميه اكتر، يبقى زود من تركيزها ولا اقلل من تركيزها؟ ازود من تركيزها، انا عايز اغرق الميه تجيلي، تمام؟ يبقى انا ازود من ايه؟ من تركيزها. طيب بص بقى الحته دي يا دنيل، لا نايم كويس بس هو لا لسه ما اتعودتش، سيح بقى بتاع. طيب بص كده، احنا قلنا اول حاجه النبات ذات التغذيه ده هيعمل ايه؟ هيمتص الايه؟ الماء. اول حاجه هيبدا ان هو يدخل له ماء واملاح، يبقى يمتص ماء واملاح. طيب هيمتص الماء والاملاح عن طريق ايه؟ عن طريق الجد. طب احنا اول حاجه نعملها ان احنا ندرس تركيب مين؟ تركيب الجدر. بص عارف انت الجدر ده كده لما بيطلع منه شويه شعر صغير، شعر صغير، عارف انت تصغير انبوبه كان ايه؟ ونيببه، تصغير حبايه حبيبه حبيبه، يبقى الشعر اسمه ايه؟ شعر صغير جدا اسمه ايه؟ شعيره. تصغير عضو عضي، فدي شعريه صغيره خالص، شعره صغيره خالص موجوده في الجدر، اقول عليها ايه؟ شعيره جذريه. يبقى انا اول حاجه لازم ادرسها هي الشعيره الجذريه. شعيره ليه؟ الجذريه. بص بقى ده مثلا ده الايه؟ ده الجدر. فالجدر ده بيخرج منه ادي الشعيره اهيت. فانا همسك الحته دي، زون بقى ركز معايا كده عشان نعرف احنا واقفين فين بالظبط، امسك الحته دي كده وابدا ان انا اكبرها. طيب تعالى نكبرها. بص بقى على فكره اللي باللون الاسمر ده هيكون حبيبات التربه، يعني دي كده تربه اهي موجوده، الشعيرات الجذريه موجوده فيها. فتعالى بقى كبر لي كده الشعيره الجذريه. بص الجزء ده كده هرسمه اهو، اهو مجموعه من الخلايا. لما نيجي ندخل لجوه شويه بيكون في خلايا تانية اهيت، اما حبيبات التربه فين؟ حبيبات التربه اهي، عشان بس تبقى انت نايل الصوره معايا، دي كده حبيبات التربه. يعني ايه بقى شعيره جذريه؟ بص بقى الشعيره الجذريه الطبق اللي بره ده اسمها بشره، بشره. ما الحته اللي بره ده عندي اسمها ايه؟ بشره. طب انت عارف الطبقه اللي جوه دي اسمها قشره، بس الطبقه بتاعت البشره دي لها اسم تاني عشان في الجلد، عشان في الجلد بنقول اسمها الطبقه الوبريه، الوبريه، الوبره، الوبره بتاعت الجدر كده، تمام؟ يبقى انا عندي الطبقه الخارجيه لناحيه التربه اسمها ايه؟ بشره. الطبقه الخارجيه اسمها ايه؟ بشره. قول معايا. والطبقه الداخليه اسمها ايه؟ قشره. يعني ايه كلمه شعيره جذريه؟ بص بقى بيقول لك الشعيره الجذريه هي امتداد لخليه واحده من خلايا البشره اهي، في خليه واحده حصل لها امتداد فنقول عليها ايه؟ شعيره جذريه. يجي لك في الاختيارات ويقول لك الشعيره الجذريه هي امتداد لكل خلايا البشره، صح ولا غلط؟ لا، انما الشعيره الجذريه هي امتداد لايه؟ لخليه واحده من خلايا الطبقه الوبريه اللي هي الايه؟ البشره. طيب هي وظيفتها ان هي تمتص الايه؟
تمتص الميه. يعني لو في ميه هنا في التربه وظيفته ان الميه يدخل، يبقى تاني خاصيه فيها الجدار بتاعها يكون رفيع ولا سميك؟ رفيع، لان وظيفتها ان هي ايه؟ تمتص الميه. طيب بعد كده بيقول لك فيها فجوه عصريه. شفت الفجوه العصريه اللي جبناها دلوقتي في الخلايا النباتيه؟ طب فيها فجوه ايه؟ عصريه. لازم يكون تركيزها عالي. الله ينور عليك. انا لو كنت جيت بقى وشرحت لك وقلت لك من خصائص الشعيره الجذريه ان يكون فيها فجوه تركيزها عالي، ما كنت لو قعدت اشرح لك اجيبها لك يمين وشمال ما كنتش هتفهم. فانا رحت شرحت لك الخاصيه الاسموزيه الاول، وجيت عشان اقول لك ان ان الشعيره الجذريه شرط اساس ان يكون الفجوه العصريه بتاعتها تركيزها عالي. تركيزها عالي يعني فيها ملح، ملح كتير، والميه بتحب الملح كتير، فتصيب التربه، تسيب التربه وتروح مين؟ للشعيره الايه؟ للشعيره الجذريه. تمام. يبقى لما اقول لك اول حاجه الجدار بتاعها هيكون رفيع ولا سميك؟ رفيع. طيب لو جبت لك شعيره جذريه، بص بقى، عشان لو جبت لك اسئله الرسم وجبت لك مثلا دي شعيره جذريه اهيت، ادي دي مثلا رقم واحد ودي رقم اتنين، ورحت جاي عند اتنين دي وقلت لك على الجدار بتاعها ورحت عامله كده، وقلت لك مين اللي هيمتص ميه اكتر؟ واحد. ليه؟ لان جدارها رفيع. يبقى ده سؤال على حته فكره الجدار الرفيع وتركيز الفجوه لازم يكون عالي. طب اسالك سؤال، هو اتجاه الميه وهي رايحه للنبات كده ولا كده؟ داخل لجوه اهو، ما احنا رسمنا النبات وبدنا نتخيل. فانا دي خليه واحد ودي خليه اتنين، هي دي مثلا اتنين سريعا بقى، ودي خليه تلاته. مين اللي يكون تركيزها الاعلى، واحد ولا اتنين ولا تلاته؟ تلاته. ليه؟ لان انا وظيفه الميه بتسيب الملح الكتير، بتسيب الملح القليل تروح للملح الكتير، فتلاقي ملح اكتر فتدخل كده، فيبقى التركيز عمال ايه؟ بيزيد. يبقى عشان لو قلت لك سؤال اقول لك مثلا دي خليه واحد واتنين وتلاته، تقول لي ان خلايا تلاته تركيزها يكون اعلى. اجيب لك سؤال واقول لك هي خلايا البشره تركيزها اعلى ولا خلايا القشره؟ خلايا القشره. خلايا القشره اللي تركيزها ايه؟ اللي تركيزها اعلى. يبقى دي فهمنا حته التركيز. طيب الشعيره الجذريه وظيفتها ان هي بتمتص الميه. طب اجي اقول لك علل، هي ممتده للخارج ليه؟ ممتده للخارج علشان تزود مساحه امتصاص الميه. يعني بص، مش دي خليه طبقه وبريه برضو ودي خليه طبقه وبريه، مين اللي يمتص اكتر، دي ولا دي؟ واحد. يعني ده هي واحد مثلا، دي س ودي ص، مين اللي يمتص الميه اكتر، س ولا ص؟ س. ليه؟ لان س مساحه سطحها كبيره، يبقى نقول ممتده للخارج. ممتده للايه؟ الخصائص ان هي بتكون ممتده للخارج وبالتالي بتمتص ماء اكتر. طب على فكره الصد بتمتص ميه بس برضه مش بنفس معدل الشعيره الجذريه. طب تفتكر عددها هيكون قليل ولا كتير؟ يعني مثلا الجدر ده فيه كميه اهيت من الشعيره الجذريه وده فيه اهوت، بس مين اللي يمتص اكتر، ده ولا ده؟ يعني اللي فيه عدد اكتر من الشعيرات الجذريه. يبقى اجي اسالك سؤال حلو خالص واقول لك بص بقى، طالما انت فاهم كده المعلومات دي كلها، اقول لك اكتب لي الملائمه الوظيفيه عشان خاطر اللي بتحب الملائمه، عشان اسئله المقال واللي بيحبش اسئله المقال، الملائمه الوظيفيه للشعيره الجذري. بص، كلمه الملائمه الوظيفيه يعني ايه؟ عارف انت لما كان في واحد مثلا رايح يقدم على شغلانه معينه، مثلا كابتن جيم ورايح يقدم على شغلانه ان هو يدرب في جيم، فاحنا لازم نعمل له انترفيو. لازم نعمل له ايه؟ انترفيو، نشوف هو هيتوافق مع الوظيفه ولا لا، نشوف هو ملائم للوظيفه دي ولا لا. تمام. يعني نشوف هيكون عنده ملائمه وظيفيه ولا لا. طيب اول حاجه نقعد بقى نعمل ايه؟ انترفيو، نشوف عضلاته، لو عضلاته كبيرة أهم حاجة طبعا عضلاته، شخصيته لازم تكون قوية. تمام. صوته يكون عريض علشان خاطر لما يتكلم كلمة. تمام. زي طيب هو نفس الفكرة دي، هي وظيفة الشعيرة الجذرية ايه؟ امتصاص المية، امتصاص المية، وبالتالي انا عايز اشوف هي ملائمة للوظيفة ولا لا. فيجي لك سؤال يقول لك اكتب لي الملائمة الوظيفية للشعيرة الجذرية، فتقول لي والله اول حاجة جدارها ايه؟ جدارها رقيق. طيب تاني حاجة عددها كبير، عددها كتير، عددها كتير. طيب وكمان غير عددها كتير بتكون ممتدة للخارج. طب علل، يجي يقول لك مثلا علل عدد الشعيرات الجذرية عددها كتير او ليه ممتدة للخارج، علشان لزيادة مساحة سطح امتصاص الماء. لزيادة مساحة، يبقى لما اقول لك عددها كتير او ممتدة للخارج، لزيادة مساحة
سطح امتصاص الماء. طيب ماشي، بتمتص ماشي، املاح وميه. طيب ثلاثة الفجوة العصارية بقى، يلا. تركيز المحلول لازم يكون عالي ولا قليل؟ عالي عشان تقدر تمتص الميه. تمتص الايه؟ الميه. يبقى تركيز فجوتها العصارية. طب تمتص الميه بالخاصية الايه؟ الاسموزية. تركيز فجوتها العصارية بيكون عالي. ايه؟ دخلنا خاصية غيرها؟ لا، بس انا بشوفك انت، انا بشوفك انت مركز معاه ولا لا. طيب يبقى مثلا اقول لك الفجوه العصاريه بتاعت النباتات الصحراويه بتتميز بان فجوتها العصاريه عاليه ولا قليله؟ عاليه. تركيز الفجوه العصاريه بيكون عالي. طب عددها بيكون قليل ولا كتير؟ كتير طبعا كده. طيب بص بقى، بيقول لك كمان اربعه، بتفرز ماده لزجه، ودي حلوه قوي وعليها شويه اسئله كويسين كده، حاجه من على طرف المعلقه. تمام. تفرز ماده لزجه، السلولوز دي ماده غرويه. نفرق ما بين ماده لزجه وماده غرويه. بص بقى، الماده اللزجه، تعالى نشوف الشعيره الجذريه، بيكون فيه حبيبات التربه هنا كده، دي حبيبات التربه. فلو حبيبات التربه دي كتيره اهي، وظيفه الشعيره الجذريه ان هي تمشي ما بين حبيبات التربه عشان تثبت النبات، فعم عايزه تثبت النبات، فعما عشان تمشي والكلام ده كله لازم تفرز ايه؟ تفرز ماده لزجه. وظيفه الماده اللزجه ايه؟ بتساعدها على التغلغل ما بين حبيبات التربه. يعني مثلا لو في تربه رطبه فيها شويه ميه وفي تربه تانية جافه، الجدر يمشي اسرع فين؟ في التربه الرطبه اللي فيها ميه، اللي فيها ماده لزجه. طب الجدر عايش في تربه، خلاص هو قدر نصيبه ان هو عايش في تربه جافه، لازم يفرز ايه؟ ماده لزجه علشان يتغلغل ما بين حبيبات التربه. طيب برضو من ضمن خصائصها هنقول ان عمرها قصير، مثلا نقول خمسة، عمرها قصير. يعني ايه عمرها قصير؟ يعني عمرها يا جماعة لا يتجاوز بضعة ايام او بضعة اسابيع. طب ايه السبب؟ لانها كل ما بتمشي ما بين حبيبات التربة بتتمزق، بتموت، فلما تموت بتتجدد تاني من منطقة الاستطالة. ركز في الحتة دي عشان لو جاب لنا سؤال عليها. عارف انت الجدر اهوت، هرسم لك الجدر ده، نرسم الجدر ده كده مثلا جدر. دي احنا خدنا كده حته صغيره من الجدر، اخر حته في الشعيره الجذريه مثلا، او اخر حته في الجدر. بينقسم الى ثلاث مناطق، دي المنطقه الاولى ودي الثانيه ودي الثالثه. تركز عشان يجي لك على اسئله، الحته اللي بشرحها والله كده كده بيجي على اسئله. طيب بيقول لك اول منطقه دي بيكون فيها شعيرات جذريه، اهيت منطقة في الجدر فيها شعيرات الجذرية، فأقول عليها منطقة الشعيرات الجذرية. منطقة الشعيرات الجذرية. طب أنت عارف المنطقة التانية ده؟ مش النبات كده كده عمال بيطول، عمال بيطول من فوق، فلازم إيه؟ يزيد طوله من تحت. عارف أنت كأنك بتبني عمارة، العمارة دي لو 10 أدوار هيكون أساسها زي عمارة 100 دور؟ لا، أنت النبات كل يوم عن يوم عمال يطول، فلازم يأسس نفسه تحت. طب يأسس نفسه تحت، دي الشعيرة الجذرية اللي باللون الأخضر دي عمرها لا يتجاوز إيه؟ بضعة أيام أو بضعة أسابيع، بسبب إن هي بتحتك بحبيبات التربة، بيكون هنا في حبيبات التربة، فعمالة تحتك، فلما بتحتك بيهم بتتمزق وتموت، فدي تموت. طب تتجدد منين؟ تتجدد من المنطقة التانية دي، فتلاقيها طلعت من هنا كده. وده بيساعدها على إيه بقى؟ بيساعدها على إنها بتأسس نفسها لتحت، وبتساعد على نمو النبات. اللي فوق عمال يموت أهوت في التربه اهوت، وتاسس من تحت، اللي فوق عمال يموت، فتبدا ان هي تاسس من تحت، وبالتالي الجدر يوم عن يوم عمال ينزل في الايه؟ في التربه تحت. طب المنطقه دي اسمها منطقه الايه؟ الاستطاله. يبقى بيتم تجديد الشعيرات الجذريه من منطقه الايه؟ الاستطاله. طب المنطقه الثالثه دي اسمها، بص بقى، الانقسام الخلوي. الانقسام الايه؟ الخلوي. ليها اسم تاني كده عشان برضو لو قابلنا في الاسئله نبقى عارفين، محدش يجي يسالني الكلمه دي يقول لك اسمها الكولونسوا. الكولونسوا. عارف انت العمه؟ العمه اللي هي القب اللي فوق كده، بص بص، هي العمه اخر جزء كده، فده اسمها الكولونسوا. فلو قابلك كلمه الكولونسوا تعرف ان الكولونسوا دي في الاختيارات، يعني يقول لك ايه؟ يتم تجديد الشعيره الجذريه من منطقه الشعيرات الجذريه، الاستطاله الكولونسوا، الانقسام الخلوي تبقى الاستطاله. يبقى انت فاهم الايه؟ السؤال هيجي لك ازاي؟ يبقى الاستطاله دي بتساعد النبات. اول حاجه بتجدد الشعيرات الجذريه الممزقه اللي حصل لها تمزيق، بتجددها. تاني حاجه بتساعد النبات على النمو وبتزود من طوله، لانها بتاسس النبات تحت، عماله تاسس الايه؟ النبات تحت.
طب كلمة الانقسام الخلوي يا جماعة وظيفتها ايه برضه عشان نبقى فاهمين، لانه لو سألك سؤال فاهم عايز حد فاهم، والله دي خلية فهي عمالة تنقسم تبقى تدينا ايه؟ اتنين، وبالتالي كل شوية عمالين نتعمق فين؟ نتعمق في التربة، فده يطول فتتحول منطقة الاستطالة دي تنزل تحت، ومنطقة الشعيرات الجذرية تنزل تحت، لأن الجذر عمال ينزل 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 ينزل. تمام؟ طيب احنا فاكرين بقى حتة ال عمرها قصير خلاص، قلنا انها بتفرز ماده لزج عشان تقلل احتكاكها بحيوانات التربه، وعمرها قصير لانها بتتجدد باستمرار، تتجدد باستمرار من منطقه الايه، منطقه الاستطاله. عايز اسالك سؤال برضو، وعايز حد دماغه حلو شويه، عايز حد فاهم. اتفضل يا عظيم. بص اقول لك على حاجه، والله مثلا معايا تربة طينية ومعايا تربة رملية، وهقول لك على معلومة كده، التربة الطينية ده الحبيبات التربة بتاعتها بتكون صغيرة بس كتير، الرملية ده حبيبات التربة بتاعتها بتكون كبيرة. مين الشعيرة الجذرية اللي هتتجدد بشكل أسرع، اللي عايشة في التربة الطينية ولا اللي في التربة الرملية؟ الطينية طبعا. عرفتها ازاي؟ انت حضرت السؤال ده، حضرت السؤال ده. بص بقى، بص بقى، يعني ايه كلمة تربة طينية حبيبات صغيرة؟ يعني الحباية اهي. طب يعني ايه كلمة تربة رملية حبيباتها كبيرة؟ يعني الحباية اهي. طب الشعيرة الجذرية فين؟ الشعيرة الجذرية اهي. تعالي مشي كده الشعيرة الجذرية، تمشي في الجزء ده كده، شوف هي احتكت بواحد اتنين تلاتة أربعة في منطقة صغيرة خالص أهي. طب تعالى مشاها هنا كده، هي احتكت في منطقة كبيرة خالص بواحد اتنين تلاتة، يعني هنا الاحتكاك بحيوانات التربة كان أكتر، وبالتالي التمزق أسرع، فلما تتمزق تتجدد بشكل إيه؟ أسرع، فيبقى التجدد أسرع فين؟ في التربة الطينية. لا بتحتك ده، حتة التجدد دي بتبقى حاجة حلوة مش حاجة وحشة، هي بتحتك بحيوانات الترب. ما هو اصلا ايه اللي بيمزق الشعيره؟ انها بتحتك بحبيبات ليه؟ الترب. طب مين اللي بيقلل الاحتكاك بتاع حبيبات الترب؟ الماده الايه؟ الماده اللزجه اللي بتفرزها، الماده اللزجه اللي بتفرزها. يبقى فهمنا كده خصائص الشعيره الجذريه. طيب تعال نشوف بقى بعد كده آلية امتصاص الماء. بص انت عندك في الكتاب، عندك في الكتاب جاب لك اربع خواص او اربع آليات، آلية امتصاص الايه؟ الماء. آلية امتصاص الماء في الكتاب قال لك أربعة، في الكتاب قال لك أربعة، وهم الانتشار، الانتشار وأنا هلغيها أنا مش عايزها، وتاني خاصية اسمها الأسموزية فهمناها، وتالت خاصية اسمها، تالت خاصية اسمها التشرب، ورابع خاصية اسمها النفاذية. بص بقى انا عامة هلغي لك الانتشار مش عايزها في حاجة، بس هقول لك عليها هفهمها لك عاملة ازاي. تمام. والنفاذية برضو مش هحتاجها. النبات بيمتص المية بخاصيتين اساسيتين، الاساسية رقم واحد هي الاسموزية، وتاني خاصية اسمها التشرب. بس انا مش معنى كده انا هسيب لك الانتشار ما اقولكش عليه، لا هقول لك عليه. بص كلمة الانتشار يعني حركة جزيئات المادة من وسط تركيز مرتفع الى وسط تركيز عالي. يعني الكلام ده كله، يعني انا مثلا لو جبت كوبايه وفيها ميه، ورحت حاطط نقطه حبر مثلا باللون الازرق اهو كده في الميه، ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل؟ ادي ميه اهي، دي كوبايه فيها ميه، رحت حاطط نقطه حبر، الحبر هيبدا ايه؟ هينتشر. هو انتشر من وسط اللي كان تركيزه ماله عالي لوسط تركيزه ماله قليل منخفض. فيقول لك الانتشار هو الحركة الذاتية لجزيئات المادة المنتشرة. يعني ايه كلمة الحركة الذاتية؟ يعني كل جزيء في المادة عمال يتحرك. عارف انت مثلا لو احنا 20 واحد هنا دلوقتي، واول ما نخلص ونيجوا ماشيين، هتلاقي واحد راح هنا وواحد راح هنا وواحد راح هنا، كل واحد بيتحرك بذاته من مكان احنا كنا منتشرين، احنا كان تركيزنا كتير، كان تركيزنا في المكان ده كان كتير، بعد كده وبره تركيزنا كان ايه؟ كان قليل. فاول ما بتفتح الباب كله عمال ايه؟
يتحرك ويتحرك بشكل ذاتي، يعني واحد يروح يمين واحد يروح شمال. فاقول لك الانتشار بقى عشان تبقى فاهم المصطلح بتاعه، لك هو الحركه الذاتيه المستمره لجزيئات الماده المنتشره من وسط او من مكان تركيزها فيه ماله عالي الى وسط تركيزها فيه قليل. عارفين دخان الافراح؟ عارف انت الاوضه دي دلوقتي مثلا لو شغلنا فيها ايه، ولعنا فيها دخان الافراح، فيبدا يملى الاوضه. طب لو فتحنا الباب ايه اللي يحصل للدخان؟ يطلع بره. بيعمل ايه؟ ده اسمه انتشار، بينتشر. تمام؟ الانتشار من تركيز عالي لتركيز قليل. طيب انا ليه لغيته؟ لانه اقول لك على حاجه، لو انا معايا خليه، احنا بنتكلم عن مين؟ عن امتصاص ميه. فلو معايا خليه ودي خليه، بص بقى الخليه، انا هقول لك مش سيبك بقى من التركيزات، انا بقول لك ان الخليه دي فيها ميه، فيها ميه 20%، مش تركيزات دلوقتي اهو، ده تركيز الميه. انا قلت لك تركيز الميه، انما لو قلت تركيز وسكت انا قصدي على مين؟ على المذاب. لكن انا بقول لك الخليه دي تركيزها كام؟ 20% ميه. طب ودي خليه مثلا 50% تركيزها ميه، الميه تروح من اللي فين؟ من 50 ل 20، ده اسمه الانتشار. طب ما الكلام ده بيحصل فين؟ في الاسموزيه. فانا مش محتاجها في حاجه، مش محتاجها في حاجه. فندخل بقى على الاسموزيه، شرحناها ونقولها تاني. فيقول لك هو انتقال الماء من وسط المليان بكوب على الفاضي. فلما بقول لك مثلا هي الاسموزيه صوره خاصه من صور الانتشار التشرب النفاذيه، صوره خاصه من صور الانتشار، صوره خاصه. بس الفرق ان عشان انفذ حركه الاسموزيه لازم يكون في حاجه اسمها غشاء شبه منفذ. هو غشاء الخليه كنا واخدين في السنه الاولى كان ماله؟ كان شبه منفذ، وهنفهمها برضه في النفاذيه تاني لان هشرح النفاذيه. لازم يكون في غشاء ما بينهم يكون شبه منفذ، يعني بيعدي الحاجات الصغيره ما يعديش الحاجات الكبيره. ففهمنا الاسموزيه هي انتقال الماء من وسط الميه فيه عاليه لوسط الميه فيه قليله، او انتقال الماء من وسط الاملاح فيه قليله للاملاح عاليه، وقلناها عشان خاطر ما نتلخبطش، الميه بتحب الملح الكتير. فباجي مثلا اقول لك على حاجه بمناسبه الاسموزيه، بصوا السؤال ده ركز بقى عشان نوعيه الاسئله دي هتلاقيها في ثالثه، هتلاقيها في ثالثه ثانوي. اقول لك والله انا معايا مثلا محلول مركز. بص عشان تفهم كلمة مركز يعني تركيزه عالي، مركز يعني تركيزه عالي، وحطيت فيه خلية نباتية، يبقى المحلول ده هو ماله مركز، حطيت فيه خلية نباتية، بقول لك ايه اللي هيحصل؟ الخلية النباتية دي تنتفخ، تنكمش، تفضل زي ما هي. تنكمش، متفق في الحتة دي ولا لا؟ ان شاء الله. بص كلمة محلول مركز، كلمة محلول مركز يعني فيه املاح، املاح كتير، والمية بتحب الملح الكتير، فتبدا ان هي تسيب الخليه وتروح لمين؟ فايه اللي يحصل لها؟ تنكمش. طب لو انا جبت لك مثلا محلول اهوت وده في ماء مقطر، عشان تفهم بس ماء مقطر، ميه مقطره يعني صفر املاح، صفر املاح، وحطيت لك فيها خليه نباتيه، ركز عشان خاطر السؤال ده الحته دي هنحتاجها، كل كلمه في الاسموزيه هنحتاجها، وحطيت لك فيها خليه نباتيه، تنتفخ، تنكمش، تظل كما هي؟ تنتفخ. ليه؟ لان كده 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 دي خليه نباتيه وجواها محلول، والمحلول بيبقى مذيب ومذاب، يعني اكيد عندها تركيز، وابسط الاحتمالات ان يكون عندها كام؟ 1%. فالميه هتسيب الصفر، طبعا ده صفر، ماء مقطر يعني صفر، فالميه هتسيب الصفر وتروح لمين؟ للواحد، لان الميه بتحب الملح الكتير، فايه اللي هيحصل لها؟ تنتفخ. طب بص بقى دول كلهم انا بتكلم عن خليه نباتيه عندها الميه بتحب الملح الكتير او السكر الكتير. طيب بص يا شباب الكلام ده كله انا بتكلم عن خليه نباتيه، النباتيه كان عندها الجدار الخلوي اللي بيحميها، لكن لو خليه حيوانيه، بص بقى هنا لو انا جيت وقلت لك خد دي خليه حيوانيه يا ولاد الايه؟ خد دي خليه ايه؟ حيوانيه، اللي باللون الاصفر ده حيوانيه، وحطيتها في محلول مركز، حطيت خليه حيوانيه، حيوانيه عندها جدار ولا ما عندهاش جدار؟ ما عندهاش جدار. طب حطيتها في محلول مركز، تنتفخ ولا تنفجر ولا تنكمش؟ هنا بص بقى نفس الفكره، ده مركز اهو، ده مركز يعني في ملح كتير، الميه بتحب الملح الكتير، فالميه تنتقل من المحلول للخليه ولا من الخليه للمحلول؟ من الخليه للحلول. طب خلاص عشان انا ما عنديش وقت اعمل مونتاج، بس هينزل زي ما هو، ما فيش ما عنديش وقت اعمل مونتاج، فهو هينزل زي ما هو. خلاص بقى خلاص، لا هينزل. طيب
يبقى ايه اللي هيحصل لها؟ هتنكمش برضه، الخلايا الحيوانيه هتنكمش. طب نفس الخلايا الحيوانيه دي مثلا خليه دم حمراء، مثلا خليه دم حمراء حطيتها في الماء المقطر، واقول لك هي هتنكمش ولا ولا تنتفخ ولا تنفجر ولا تظل كما هي؟ تنفجر. ليه تنفجر؟ لان الميه عماله بتسيب التركيز اللي هو الصفر ده وتروح للخليه. بس دي خليه حيوانيه عندها جدار ولا ما عندهاش؟ ما عندهاش، يعني مش هيحميها، وبالتالي هتفضل تشرب ميه تشرب ميه تشرب ميه لحد ما تنفجر. مين اللي هتنفجر؟ الخليه الايه؟ الخليه الحيوانيه. هنفهمه دلوقتي، هنحله مع بعض. هو السكر زي طيب، الملح، السكر بيتعامل مع الملح. اه ما قلت لك بتحب الملح الكتير او السكر الكتير، هقول لك دلوقتي. طيب بص بقى كده معايا، يبقى احنا الى حد ما فهمنا الاسموزيه، ومع الاسئله هنفهمها اكتر واكتر، هنشوف الافكار بتاعتها. نيجي بعد كده لكلمه التشرب. كلمه التشرب ده يا جماعه، عارف انت لما تيجي تعرق وتمسك منديل تقعد تمسح العرق ده، اه ده اسمه كده المنديل ده بيتشرب الايه؟ بيتشرب العرق. فالخليه النباتيه، الخليه النباتيه بيكون عندها مواد غرويه زي المنديل كده، بتشرب الايه؟ بتشرب الميه. فنقول على الخاصيه اسمها خاصيه التشرب، زي مين؟ السليلوز، وحاجه كمان اسمها البكتين، وبروتينات البروتوبلازم. وبروتينات البروتوبلازم. بص كده ركز معايا، احنا قلنا الخلايا النباتيه دي كانت بتتكون بشكل اساسي من ايه؟ الجدار بتاعها كان بيتكون بشكل اساسي من ايه؟ وراح فين الجدار؟ الجدار، ايوه اهو الجدار بتاعها ده اهو، الجدار الخلوي ده كان بيتكون بشكل اساسي من السيلولوز، من ماده ايه؟ سيلولوز. واحنا قلنا السيلولوز ده عامل زي ايه؟ زي المنديل. لا، ماده غرويه بتحب الميه، ماده غرويه بتحب الايه؟ الميه. فالخليه النباتيه هيت لو دي مثلا تربه، حويبات التربه حواليها، والتربه ده فيه ميه، في ميه هنا H2O. احنا قلنا الجدار بيتكون من ايه؟ من السيلولوز، السيلولوز بيحب الميه، فتلاقي الميه دي بتروح لمين؟ اهي الجدار عمال بيتشربها فتروح له. فبص بقى، انا عايزك تميز ما بين التشرب، لو جبت لك رسمه معينه او صوره معينه في سؤال، تميز لي ما بين التشرب والاسموزيه. لو الميه عدت الغشاء ودخلت جوه هنا كده تبقى دي اسمها ايه؟ اسموزيه. طب لو الميه فضلت ماشيه على الجدار من بره يبقى دي خاصيه اسمها ايه؟ تشرب. نميز ما بين الاسموزيه والتشرب. الميه لما تدخل وتعدي من الغشاء ده اهو، يبقى دي خاصيه ايه؟ اسموزيه، لان داخله جوه اهيت وتخرج منها، يبقى دي اسمها اسموزيه. لكن لو لقيت الميه عماله تنتقل من خليه للتانيه خلال الجدار ده، يبقى ده اسمه ايه؟ تشرب. ده اسمه تشرب. فاللي بيحصل بالترتيب كالاتي، ان الخليه النباتيه اول حاجه عشان خاطر تقرا بس التفسير تبقى فاهم التفسير ماشي ازاي. الخليه النباتيه اللي بيحصل لها ان هي اول حاجه بيكون في ميه في التربه، فتبدا ان هي تتشرب مين؟ تتشرب الميه، وتلاقي الميه ماشيه فين؟ على الجدار. تحس ان الجدر كده بينشع، بينشع ليه؟ لان الميه ماشيه على الجدار، تمام. وبعد كده تبدا ان هي تمتص الميه اللي داخلها بالخاصيه الاسموزيه. يعني اول حاجه الميه بتنتقل لمين؟ الجدار، بخاصيه التشرب. بعد كده تدخل لدو جوه الخليه بخاصيه الايه؟ الاسموزيه. عشان كده بقول لك هما خاصيتين اساسيتين، والاساسيه فيهم خالص هي الاسموزيه، هي الاسموزيه. طيب نيجي التشرب، سهله مش صعب. نيجي بقى، ما فيهوش، هو الثلاث مواد دول نحفظهم: سيلولوز، بكتين، بروتينات البروتوبلازم، مواد غرويه بتشرب زي العرق كده بالظبط. نيجي بعد كده لكلمه النفاذيه. النفاذيه دي يا جماعه مش خاصيه قد ما هي احنا بنوصف الجدار والغشاء. مش احنا قلنا الخليه النباتيه بتتكون من جدار وغشاء؟ طيب عايزين نوصفهم بقى. انا عندي كذا حاله، كذا حاله النفاذيه. ممكن اقول على الجدار مثلا او الغشاء ممكن اقول عليه منفذ، دي اول حاله. والحاله الثانيه اقول عليه غير منفذ، والحاله الثالثه اقول عليه شبه منفذ. بص بقى، امتى اقول عليه منفذ؟ لو كان جدار الخليه، عارف انت ده كده جدار الخليه اهوت، الجدار ده معروف ان هو مثقب بيتكون بشكل اساسي من السيلولوز، فتلاقيه مثلا في ثقوب هنا كده مثقب، وبالتالي ده مين؟ ده منفذ. هيعدي مين؟ هيعدي الماء، وهيعدي اي حاجه، هيعدي املاح. طيب ايوه بالظبط كده، سماح ده كل حاجه هتعدي. ليه؟ لانه مثقب مخروم، تمام. فده بيتكون بشكل اساسي من مين؟ من السيلولوز.
طيب امتى اقول عليه غير منفذ؟ لو كان عندي جدار خليه، ده كده جدار خليه وبيترسب عليه مواد غير منفذه، ممكن مواد مثلا من الداخل، وممكن ساعات مواد من الخارج، وساعات من الخارج من جنب واحد، وممكن في مواد كمان بتترسب عليه من الخارج من كل الاتجاهات. طب مواد زي مين؟ عندنا ثلاث مواد غير منفذه، لجنين وكيوتين والسيوبرين. يبقى لما اجي اقول لك مثلا ايه، انا لو معايا خليه نباتيه، دي كده خليه نباتيه، وانا لفيتها من الخارج كلها بماده السيوبرين، ايه اللي يحصل للخليه دي؟ نشاطها يزيد ولا تموت؟ نركز تاني، تموت. لو معايا خليه نباتيه ولفتها من الخارج بشكل كامل باي ماده من اللجنين او من الكيوتين او من السيوبرين، ايه اللي يحصل لها؟ تموت، لان المواد دي مالها؟ غير منفذه. الخليه دي مش هتقدر يدخل لها ميه ولا يخرج منها ميه، وطالما مش داخل لها ميه ولا خارج منها ميه، يبقى خليه ايه؟ تموت. نخلي بالنا عشان لو جالك سؤال وقال لك اذا تم احاطه الخليه النباتيه باي حاجه، لجنين كيوتين سوبرين، بشكل كامل من الخارج او من الداخل، طالما بشكل كامل، اللي يحصل الخليه تموت، لان دي كلها مواد غير منفذه للميه، مش هتدخل ولا تخرج اي حاجه خالص. طب ايه موضوع بقى الشبه المنفذ ده؟ بص، شبه المنفذ ده بيتميز بقى مين؟ الغشاء. غشاء مين؟ غشاء الخليه. احنا هنا كنا بنتكلم عن جدار بيتكون بشكل اساسي من السلولوز، فقلنا منفذ. طب الجدار بيتكون بشكل اساسي من السلولوز بس رصبنا عليه ماده غير منفذه، احنا هنا بنتكلم عن مين؟ عن الغشاء بتاع الايه؟ الغشاء بتاع الخليه. فالغشاء احنا كنا فاكرين طبعا في سنه اولى كنا واخدين ان هو بيتكون من حاجه اسمها ايه؟ فوسفوليبيدات. كان بيتكون نص كده، طبقتين من الفوسفوليبيدات اهي، رؤوس محبه للماء وذيول كارهه للماء، فدي كده مين؟ الفوسفوليبيدات. فلو انا معايا ماده بره صغيره مثلا ميه او املاح صغيره، هتعدي ولا مش هتعدي؟ هتعدي، هتبدا ان هي تدخل الى داخل الايه؟ الخليه، تبدا ان هي تدخل. طب لو معايا حاجه كبيره هتعدي؟ تيجي تعدي هنا ما تعديش، تيجي تعدي هنا ما تعديش. وبالتالي لما اجي اسالك سؤال هيقابلنا، عايز افسره. لو انا معايا دلوقتي نبات هنا، بص بقى، شايف النبات ده كده؟ يلا، شايف النبات ده ودي كده التربه، واقول لك الورقه ده بيجي لها وقت وتقع وتتحلل. الورقه ده هي هتقع هنا كده وتتحلل اهي، تبدا ان هي تتحلل. فلما تتحلل بيخرج منها مين؟ بيخرج منها مواد. مواد زي مين؟ زي كان فيها نشا، كان فيها مثلا بروتينات. طيب الجدر ده اهو، يقول لك ايه السبب اللي بيخلي الجدر ده ما يستفدش بحبيبات النشا اللي هنا؟ معقدة. عشان معقده وحجمها كبير. حجمها ايه؟ كبير. هتقدر تعدي من الغشاء؟ مش هتقدر تعدي، بس هتعدي من الجدار عادي. يبقى يقول لك السبب في عدم استفاده النبات من المواد المحلله من الاوراق دي كلها، زي مثلا النشا الحبيبات الكبيره دي، هل يا ترى وجود جدار خلوي ولا وجود غشاء بلازمي؟ جدار خلوي. الجدار كده كده هيعدي. غشاء بلازمي. يبقى الغشاء البلازمي، لانه شبه منفذ. لانه شبه ايه؟ منفذ. بص بقى، وبيتميز بحاجه اسمها النفاذيه الاختياريه، بيتميز بحاجه اسمها النفاذيه الايه؟ الاختياريه. النفاذيه الجدار هو اللي بيحدد النبات عايز ايه؟ لا، النبات هو بيشوف النبات محتاج ايه ويعديه له. النفاذيه الاختياريه دي هنلاحظها يا جماعه في الاملاح، وطبعا كل الاملاح صغيره، يعني مثلا الاملاح كده كده كلهم بيكونوا صغيرين وكلهم يقدروا يعدوا من الغشاء. بس مثلا افرض دلوقتي انا معايا كلور بره، مثلا معايا 100 ايون كلور او 100 حبات كلور، 100 حبات كلور بره ومعيش جوه غير خمسه، يبقى المفروض الانتشار يقول لي ايه؟ ان انا ابدا اقسمهم، ادخل من ال 100 شويه لحد ما يحصل توازن. طب النبات مش محتاجهم، النبات مش محتاجهم، مش هيدخلهم. مين بقى اللي يمنع الموضوع ده؟ الغشاء الخلوي. علشان كده بيتميز بحاجه اسمها النفاذيه الاختياريه، يدخل اللي انا عايزه وما يدخلش اللي انا عايزه مش عايزه. فهمت الحته دي؟ طيب كده خلاص، خلصنا الاربع خواص، فاضل لنا كده امتصاص، نحل بقى طبعا ونشوف امتصاص الاملاح.